أول تعليق من سلافة وخرجي بعد الهجوم عليها بسبب دفاعها عن نضال الأحمدية بوجه اللاجئين السوريين. تستمر الانتقادات التي تتعرض لها الممثلة السورية سلافة وخرجي بعد أن وجهت رسالة أمس للإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بعد تصريحاتها الأخيرة عن اللاجئين السوريين، إذ عبرت عن انزعاجها من لاجئ سوري يعمل بائعاً في لبنان بعدما لم يتعرف على الشوكولا مو التي طلبتها منه. وتطور الحديث بينها ليرد لبنان محافظة سورية حسب ما قالت: أتت فيك لأنه ما عندي محل وحالي. وبعد أن عبرت سلاف عن رأيها حول الموضوع بمنشور مطول على فيسبوك، تعرضت لوابل من الانتقادات من المتابعين الذين اعتبروا أنها دافعت عن نضال بوجه أبناء بلدها. وفيما انتظر كثيرون رداً وتوضيحاً من سلاف، قررت الأخيرة تجاهل الموضوع بشكل كامل، إذ نشرت مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة لها عبر إنستغرام. أتت فيك لأنه ما عندي محل وحالي. وكانت قد اعتبرت سلاف في منشورها عبر فيسبوك أمس أن نضال الأحمدية ربما لم يحالفها الحظ وخانها التعبير في حوارها الأخير، وربما عاطفتها تجاه بلدها ووجعها لأجله أخذها إلى منحى جارح للأسف من ناحية، وأيضاً هو لم يفهم بالشكل الصحيح للأسف من ناحية أخرى، مشيرة إلى أنها ليست بصدد الدفاع عنها، إلا أنها لن تستطيع السكوت أكثر عن البوح بكلمة الحق، إذ أنها ليست ممن يخافون التصريح أو يهابون الاختلاف عن السائد، وخصوصاً فيما تراه حق خوفاً من خسارة البعض أو إرضاء البعض الآخر. وشددت سلاف في منشورها أنها ترى أن الهجوم الذي حصل على نضال الأحمدية قاس ومبالغ به، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تكون ردة فعل السوريين الموجوعين بعيدة عن الاستهزاء والسخرية والشتائم. وأضافت: كفانا ما فعلت بنا الشتائم والانتصارات الفيسبوكية، وألا نجلدها وننسى الرجل الذي أخطأ بحقها وبحق بلدها، لم يحالفها الحظ وخانها التعبير في حوارها الأخير، وربما عاطفتها اتجاه بلدها ووجعها لأجله أخذها إلى منحى جارح للأسف من ناحية، وأيضا هو لم يفهم بالشكل الصحيح للأسف من ناحية أخرى. وسواء اتفقنا معه أم لم نتفق، لا يحق له قول ذلك في أي بلد آخر تفصله عن بلده حدود.